خلينا نروح برضو لمداخله مهمه ايضا مع كابتن مودي الجرحي. كابتن مودي، ازي حضرتك؟ اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. كابتن خالد، ازي حضرتك؟ كابتن مودي، ازي حضرتك؟ كابتن خالد، اخبارك ايه؟ يعني كابتن مودي طبعا هو المدير الاداري لقطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي، والحقيقه عامل طفره كبيره جدا في قطاع الناشئين. كابتن مودي، يعني خلينا برضو واحنا بنتكلم عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اعتقد حاجه جميله جدا جدا اللي بيحصل خلال هذا الموسم. اولا كابتن اسلام، طبعا انا برحب بحضرتك وكابتن خالد. انا بس والله عايز اتكلم حاجه، مش هتكلم ككابتن خالد عودي مدير نشاط الرياضي فقط، مش عايز اتكلم كنادي فقط. اتفضل. ان احنا طول عمرنا في القطاع الناشئين، خلي بالك احنا طول ما عندك قطاع ناشئين جامد هتلاقي الفرق كبيره، فرقه جامده. يعني صح. احنا في النادي الاهلي الحمد لله في القطاع الاولاد بالذات احنا بقالنا فتره شغالين 8 9 سنين ورا بعض. حتى الناس لو تاخد بالها هتلاقي لعيبه كتير كوتش جوستي مديها فرصه كتير في الناشئين، بيطلعوا وبيلعبوا كويس، يعني هم مخطوطين ولا حاجه، لا هم بيلعبوا بكل ثقه. وعندنا لعيبه كتير ان شاء الله لسه حتى ما لعبتش، وعندنا لعيبه في امريكا. انا بقول لحضرتك الحته دي بحق ربنا تتقال. كابتن خالد معايا السنه دي، انا لسه معتزل، فانا الحته دي ما مسكتها. كنت قلقان في الاول طبعا، انا كنت لسه مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي. صراحه والله انا بقول لك يا كابتن خالد، بيتعامل معايا اكن اعمل اللي انت عايزه، مش طلب بطلبه منه. بتكلم كده والله عشان هو موجود خالص، انا بتكلم حق ربنا. هو سايب لي الموضوع اكن فاهم، انا بتعامل زي ما انا عايز، اي لعيب كويس، اي بنت او ولد بنجيبه على طول. يعني وكمان بصراحه حاجه مهمه جدا، انت لما يبقى عندك مدير نشاط رياضي او حاسس بيه، يعني حاسس باللعيب المعتزل او اللعيب اللي بيلعب، فاهم الاجراءات اللي بتمشي ازاي. يعني في حاجات احنا لو احنا عطلناها ممكن تقف، حاجات لو احنا ما مشيناش بسرعه حتى كابتن خالد والله يقول لي خلص خلص بعد كده هنتصرف. فانا بقول لك والله مش دي شهاده حق في حقه، يعني والله ان هو بصراحه بيتعامل معانا مش كمدير نشاط رياضي خالص، بالنسبه لي انا بيتعامل ميدل، يعني اكننا احنا اصحاب، احنا اخوات، اخونا الكبير. يعني في الحته دي مريحه، حتى مش مودي بس، اغلبيه الاجهزه في النادي الاهلي كلها جت في تمام مع كابتن خالد بنفس اللي انا بشوفه قدام عيني. والله انا كنت بحاول في التقارير ان انا اخلي حد يقطع، مش لاقي يعني، ما مش عارف بقى. وقلت لهم يا جماعه ما تقلقوش، طب خلوها فيا انا بعيد شويه، فمش قال كله بيقول لي والله احنا بنقول الحقيقه، فبالتالي والله دي حقيقه، دي حقيقه. اه طبعا كابتن خالد بصراحه يعني انا بحبه، اصلي بالنسبه لي بحبه من هو بيلعب، فيعني بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، حاجه مهمه جدا جدا في النادي. الكوادر. بص، لو مودي الجرحي النهارده او كابتن مودي الجرحي اللي معتزل مش هيخش يشتغل في اليمين، يشتغل في النادي الاهلي. تاريخ كبير في كره السله. ابن النادي. بص، عجبني جدا او الفكره بتقول لو راهنت على الشباب هتكسب. طبعا انا بقول لك بصراحه شديده، النهارده انا كابتن مودي جرحي، بص واقولها على الهوا وهو عارف بصراحه، والله العظيم مفاجاه في الاداره بالنسبه لي، مفاجاه في اول سنه شغل. خلي بالك، بص ان انت يجي معاك كمان سنتين، بس في اول سنه شغل، بص ولا بينام 24 ساعه شغل. بيدور على الباسكت ولاد وبنات، كل القطاع اللي عنده ما شاء الله. خلي بالك قطاع كسبان ما شاء الله، اللهم لا حسد يعني عنده، وجريته على الناس. طب انا النهارده زي ما هو بيقول، لو انا ما اديتوش ثقه وقلت له اختار وقلت له اشتغل، لا الكادر هيكبر ازاي؟ كويس؟ مش هيكبر، يبقى لازم يغلط، ويغلط معايا في وجودي وفي وجود مجلس الاداره ده، نقدر نعدي فيقدر يعمل لنا كادر كويس. هو ما شاء الله عليه كادر مهم جدا في النادي. السنه دي هضحكك، هو عارف الكلام ده كويس. قلت له بقول لك يا مودي كفايه باسكت وعايز اشتغل معايا في نشاط رياضي. والله انا اتكلم اهو، هو عارف الكلام ده كويس. فضحك قال لي بس سيبني شويه في الباسكت يا كابتن، عايز بس اشبع شويه في الباسكت. طبعا يعني، لكن هو بصراحه مفاجاه، وهو كادر كويس. وهو والرجاله اللي معاه وبيتعبوا، وده شيء مهم جدا جدا يكون عندنا كوادر. ما هو مش الرياضه لعيبه بس او اجهزه فنيه بس، صحيح لازم تعمل كوادر تشيل. ما هو اللي يشيل النادي ده كلها كوادر جايه ورا بعضيها. لو شفنا من 30 سنه ما كنت لعيب، دلوقتي النهارده ماسك في النادي، بعد شويه هقعد في الجنينه واتفرج ويجيبوا غيري. لازم الدنيا النادي الاهلي يستمر بالشكل ده بصراحه. اللي انت قلته ده بشكره جدا بصراحه يا اسلام حبيبي. كنت شرفت بجد والله يا مودي، يعني نعمل شغل وربنا يوفقك وتستاهل كل خير. اللي جاي صعب ان شاء الله. اللي جاي صعب طبعا، انت فاهم حبيبي. كنت لا يا مودي، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا يا كابتن مودي على وجودك معانا.